السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة الطفلة. اليوم جيت لكم بواحد المعقودة كتجي سريعة وكتجي رائعة ولذيذة في المذاق. كنحتاجو في المقادير بيضة واحدة، جوج ديال البطاطات محكوكين، معدنوس مقطع، دقيق والتوابل ملح، كركم، كمون وإبزار وسكينجبير. البطاطا بعد ما حكيناها كنعصروها مزيان من داك الماء، ضروري من هاد العمليه. هاد المعقوده كتجي سريعه التحضير، كتوجد في الساعه في 10 دقائق وهي واجده. من بعد ما حيدنا الماء ديال البطاطا كنزيدو بيضه واحده، كنزيد المعدنوس، مغرف كبيرة ديال الدقيق، كنزيد الملح والتوابل اللي ذكرت. وكنخلطوا الكل مزيان. كنجيب واحد الصحن وكنبداو نشكلوها ما بين يدينا على شكل كويرات وكنبسطوهم واحد شويه. وفي هذه الاثناء كنكونو درنا مقله فيها الزيت باش تسخن. بعد ما كنكملو كاع التشكيل كنبداو كنقليوها في الزيت تكون سخونة مزيان. صافي كنخليوها حتى كتحمر على جهة وكنقلبوها تحمر تاخد اللون الذهبي. هاي المعقودة ديالنا بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، كتجي لذيذة ومقرمشة. نخليكم تسمعوا كيفاش كيكون الصوت ديال القرمشة.